سيدي القاضي، هذا الماثل أمامك يدعى بعوض، من أكبر محدثي البلبلة في البلد. نعم يا حضرة القاضي، هذا كل يوم يصحى الصبح ويكتب حكمة مخيسة مثل وجهه، ثم ينشرها في هذا الكتاب المخيس خثاريق على الريق، وهذا الدليل. حضرة القاضي، أنا ما أسمح له أن يقول عن كتابي اللي تعبت فيه خثاريق على الريق. من ذا لك تحكي أنت؟ اسكت. سم. كم رئيس الشرطة؟ لا يهمك يا حضرة القاضي، هذا الماثل أمامك يحمل أفكار هدامة خطيرة على المجتمع، وبإمكانه تلويث أفكار البلد بأكمله. نعم، عطني واحد بس، أبي واحد يا طويل العمر مقتنع بفلسفته. وش دفاعك يا عوض؟ عندك أحد مقتنع بفلسفتك؟ حضرة القاضي، أنا رجل مفكر ورجل فيلسوف، ولي وضعي في البلد، ما يصير يقدر يهزئني كذا. بعدين أنا عندي قمر الزمان شاهد، صديق الصدوق، هو اللي يقعد معي ويفهم أفكاري كلها. زين، جيبوا قمر الزمان، خلنا نسمع وش يقول. قمر الزمان؟ عفوا يا سيادة القاضي، قمر الزمان ما نستطيع إحضاره في هذا المكان المبجل. وليش؟ لأن قمر الزمان هو كائن حي ولكنه حمار. حمار، الحمار الذي دائما يقوده ويأتي معه. أنت مستهتر بالمحكمة؟ تجيب حمار عشان يشهد لك؟ ها؟ عشان يشرح لنا فلسفة كلمة الوجهك ذي؟ والله ما لقيت اسكت! اكتب. حكمنا عليك بلاتي. يسحب كتاب خثاريق على الريق من جميع الأسواق، ويمنع إعادة طباعته، وتمنع من الفلسفة، ودكانك اللي بسطنب وذا قاعد تفلسف يسكر، وإن سمعتك متكلم ولا متفلسف سجنتك. سم توحي؟ سم، ما وحي.